السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل تورت الكريز او التشيري. الوصفه دي انا جربتها وعجبتني جدا، وحبيت ان انا انقلها لكم. ميكس كده ما بين عجينه التورت المقرمشه من الجناب ومن تحت، ومن جوه طبقه كريميه كده بتبقى طريه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، ويلا نشوف هنعملها ازاي. عندي بقى 200 جرام من التشيري، ممكن فريش وممكن المعلب. طبعا الفريش ممكن مش متوفر كتير، فنشتري اللي في العلب مفيش مشكلة. هشيل بقى القطعة اللي فوق دي، وهفتحه بالسكينة من النص واشيل البذرة. احاول ان هو ما يتفعصش ايدي، لان انا اقسمه نصين زي بعض ما يبقاش متفعصين. هعمله كده بنفس الطريقة زي كده بالظبط لحد ما اخلص كل الكمية، وبعدين هجيب مناديل ورق واحط عليها كل القطع كده، بس اقلبها على الناحية المفتوحة عشان خاطر تمتص كل المية اللي في الكريز. وهسيبهم بقى على جنب لحد ما اخلص العجينة. عندي لوز مبشور كده تقريبا 80 جرام كانوا باقيين عندي، هحطهم كده في المفرمة او المصحنة، وهفرمهم يبقوا ناعم جدا زي كده بالظبط. وعندي 160 جرام من الدقيق، تقريبا كوباية معياري وعليها معلقة كبيرة. هحط عليهم معلقتين ونص كبار من اللوز اللي انا طحنته، ونص كوبايه من السكر البودر، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه ملح. وهقلب كل المكونات الجافه مع بعضها. وعندي 70 جرام من الزبده قطعتها مكعبات وحطيتها في الفريزر. انا عايزه الزبده تبقى متلجه، هقلبها كويس كده مع خليط الدقيق، وبعدين هفركها بإيدي بنفس الشكل كده. عايزة كل الدقيق يتغلف بالزبدة لحد ما تتحول معايا لخليط عامل زي الرمل بالظبط. شايفين القوام اتحول ازاي؟ اول بقى لما يوصل للقوام ده هحط عليه بيضة، البيضة دي تكون ساقعة من التلاجة، وهقلب كويس كده. وبعدين هحط حبة صغيرين من الفانيليا، انا استخدمت الفانيليا سايلة. وهلم العجينة مع بعضها، انا مش بعجن، انا بلم كل المواد مع بعضها كده. خلاص العجينة اتلمت وبقت كلها ملمومة كده، احطها بقى في كيس واحطها في التلاجة تقريبا نص ساعة، او المستعجلة ممكن نحطها في الفريزر لحد ما تجمد شوية. طلعتها بقى بعد نص ساعة من التلاجة، وقبل ما افردها هرش بقى على الرخامة شوية دقيق، وهرش على العجينة شوية دقيق برضو من فوق، وابتدي افردها. لو حسيتها ان هي جامده قوي هبتدي اطريها بايدي واحده بواحده كده لحد ما تبدا تتفرد معايا. انا هفردها على قد صينيه مقاس 23. وبعدين بقى هحطها في الصينيه بنفس الشكل كده، واحاول ان انا اظبط كل الحروف، لو في حته زياده احطها الناحيه التانيه، واساوي كل العجينه ببعضها كده. والفرن بتاعي مجهزاه على درجه حراره 180. قبل ما احطها بقى في الفرن هجيب شوكة واخرم كل القاعدة بتاعتي كده، انا مش عايزة العجينة تنفش معايا. هدخلها الفرن عايزاها تستوي نص سوا تقريبا 15 دقيقة على درجة حرارة 180، لان هدخلها الفرن تاني فمش عايزاها تحمر. هنعمل بقى كريمة اللوز. عندي 40 جرام من الزبدة، والزبدة بتكون طرية، احط عليهم ربع كوباية من السكر الحبيبات، واقلب الزبدة مع السكر كده لحد ما تتحول لخليط كريمي.
بعد ما وصلت القوام ده هحط بقى بيضة، البيضة هنا بدرجة حرارة الغرفة، وهحط نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وأقلب كل المكونات كده لحد ما البيضة تختفي خالص. وبعدين هحط عليهم نص كوباية من اللوز المطحون، وعليهم معلقة كبيرة من الدقيق، وهقلب كده كله مع بعضه. ممكن نزود حبة كده من اللوز المطحون تاني لو عايزينها قوامها يبقى أتقل ويبقى كريمي شوية، أنا الصراحة ما زودتش. وعندي عجينة التورت بعد ربع ساعة بعد ما طلعت من الفرن أنا سبتها تبرد شوية، هي محمرتش ولا حاجة، هي هتكمل بقى سواها في الفرن. فردت عليها كده الكريمة وهبتدي إن أنا أرصص عليها انصاص الكريز، أحطهم كده جنب بعض بنفس الشكل كده. وبرده الفرن لسه سخن على 180، احطهم بقى لحد ما الاقيها احمرت كده من الحروف، والاقي برده الجزء اللي في النص اخد لون. فادي شكلها بعد ما استوت، هسيبها ان هي تبرد شويه. احطها بقى على الطبق كده، بعدين كده هلمعها من فوق، ممكن ألمعها بمربى أو ممكن ألمعها بشوية كده من العسل، أو ممكن نستغنى عن الخطوة دي خالص براحتك. ويجي بعدين هحط على الجناب حبة من اللوز، وهحط حبة كده من الكريز برضه لمعتهم بشوية من المربى. على فكرة مش شرط خالص نستخدم الكريز، ممكن نستخدم اي حاجة سواء اذا كان معلب او ممكن نستخدمه لو كان مربى قطع، بس نحط قطع، ناخد بس قطع من المربى نوزعها كده على دايرين داير العجينة. يعني تقدروا تعملوا افكار كتير، انا بس اديتكم فكرة بسيطة وتقدروا تغيروا فيها براحتكم. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، استنوني الفيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.